functional structure of smooth muscle. functional structure of smooth muscle. عشان المعلومه تثبت دايما الحاجات تظهر وتوضح بمتضاداتها، يعني لما اقارن حاجه بحاجه تلاقي الحاجه اللي انا عايز ادرسها توضح. اقول انا عايز فلان، يبقى انا فلان ده هو شاطر مؤدب محترم بيسمع الكلام. انا قلت الكلام ده ليه؟ بناء على مقارنته بزمايله. فلما اجي اتكلم على الفانكشن ستراكشر اوف سموث ماسل عشان المعلومه تثبت، يبقى هقارنها بالسكيليتال ماسل. يبقى ان كومباريزون تو سكيليتال ماسل هلاقي في سيرتن كاركترستيك فيتشرز للسموث ماسل. زي ايه؟ اول حاجه عندي سموث ماسل فايبرز تمتاز بانها ايه؟ سبندل شيب، نون سترايتد. وهنفهم حالا ليه هي نون سترايتد، او بنقول عليها بلين سيلز with central long nuclei. يبقى سبندل شيب، نون سترايتد اور بلين سيلز with central long nuclei. دي اول حاجه. مقارنه بالسكيليتال ماسل هلاقي السموث ماسل فيها ايه؟ كالموديولين. هذا الكالموديولين ده الريجولاتوري بروتين انستيد اوف تروبونين تروبومايوسين اللي موجود في السكيليتال ماسل. تاني حاجه بلاقي السموث ماسل فيها ايه؟ مور اكتين فيلمنتس ان كومباريزون لمين؟ السكيليتال ماسل which are attached to each other and to dense bodies. الدنسي بودز دهيت اللي اكت از ديسك انالوج اللي موجود في السكيليتال ماسل. مفيش زد ديسكس او زد لاين في السموث ماسل، بدلها فيه الدنس بادز اللي هي ديسموزوم زي ما هنشوف حالا. فبلاقي في مور اكتين فيلمنتس اتاتش تو اتش اذر اند تو دنس بادز. بلاقي في ليس ميتوكوندريا اند اندوبلازميك ريتيكولا. يبقى بلاقي في السموث ماسل حاجه كاركترستيك لها الكالموديولين الجلاتوري بروتين، بلاقي في حاجه زايده وحاجه قليله على السكيليتال ماسل. الحاجه الزايده اللي هي المور اكتين فيلامنتس اللي اتاتش تو اتش اذر اند دنس بادز، وبلاقي في ليس ميتوكوندريا اند ليس اندوبلازميك ريتيكولا. ان كومباريزون للسكيليتال ماسل بلاقي السموث ماسل انرفيتد باي اوتونوميك نيرفس سيستم، يعني انفولنتري كنترول. يعني بلاقي البلاد فيسل عندي بيحصل له كونستريكشن ودايلاتيشن، هل بمزاج انا؟ لا، ده انفولنتري. اللي هيتحكم فيه اوتونوميك سبلاي سمباثيك اند بارا سمباثيك نيرفس سيستم. بعد كده بلاقي ان السموث ماسل تختلف عن السكيليتال ماسل ان ما فيهاش موتور اند بليت او نيورو ماسكولار جانكشن. امال في السموث ماسل بلاقي فيه ايه؟ عند الاوتونوميك نيرف اندنج سواء سمباثيك او بارا سمباثيك بلاقي فيه سبيشال نودز، حته متضخمه شويه كده بقول عليها فاريكوسيتس. ثرون ويتش نيورو ترانسميتر ها ماله؟ يا يعمل ديبولاريزيشن فيدي لك كونتراكشن، يا يعمل هايبر بولاريزيشن فيعمل ريلاكسيشن اكورد تو كيميكال ترانسميشن. فبلاقي هذه الفاريكوسيتس لو بصيت على الصوره دي كده ثانيه واحده هنبص ادي الفاريكوست. يبقى الفاريكوست على امتداد الترمينال بارت اوف اوتونوميك سبلاي للسموث ماسل الاقي في حته ايه تخنت شويه كده بقول عليها فاريكوست. انالوج لمين؟ للموتور اند بليت في السكيليتال ماسل. كلام كويس. بيمتاز السموث ماسل بايه تاني؟ ان المايوسين هيدز ويزين ذا ثيك فيلامنت هاف اسايدد اور سايد بولر ارينجمنت ذات الاوز تو اكتين فيلامنتس to be bold simultaneously in different direction. يعني ابص على الصوره دي كده هلاقي ادا ايه؟ thin actin filament attached to ها dense body، وادا thin actin filament attached to dense body، وادا thick myosin filament. بلاقي thick myosin filament heads لها side ايه؟ ها بنقول عليها سايد بولر، يعني ادا الهيدز بتاعتها هنا اهو متحركه عشان تو انتر اكت ويز ذا ثين اكتين فيلمنت هنا وهنا، وبتخلي هذه الثين اكتين فيلمنت تو بي بولد ان ديفرنت دايركشن ان اوبوزيت دايركشن. بلاقي الثين اكتين فيلمنت بولد الناحيه ده اهو، والثين اكتين فيلمنت الثانيه بولد في الاوبوزيت دايركشن بالشكل ده. طب ايه اهميه ده؟ يبقى السايد polar arrangement of myosin head groups
could account for the higher degree of sarcometric shortening than that seen in striated muscle. يبقى بلاقي ان السموث ماسل بتمتاز على السكيليتال ماسل بهذا السايد بولر ارينجمنت بتاع المايوسين هيد اللي هيؤدي الى ان السموث ماسل مايوسايتس كان شورتر تو افار جريتر ديجري ذان كان استرايتد ماسل فايبرز. يعني الماركت شورتنينج في السموث ماسل فايبر مع الكونتراكشن ده السبب بتاعه اللي هو السايدد اور سايد بولر ارينجمنت اوف ذا ايه اوف ذا مايوسين هيدز. كلام كويس. النقطة اللي بعد كده بلاقي ان السموث ماسل ثيك اند ثين فيلامنتس ابير تو هاف ايه فاريبل لينس ان كونتراست تو استرايتد ماسل وير فيلامنت لينث از ستاندردايزد اند ستريكتلي كنترول. وبلاقي فيه سكيليتال ماسل بلاقي الثيك والثين فيلامنت ريجولارلي ارينجد فده اللي مديني استرايشنز. لكن في السموث ماسل بلاقي ايه ها سكاترد زي ما في الصورة دي كده scattered not regularly arranged واللي مديها الايه النون استرايتد ابييرنس. النقطه اللي بعد كده بلاقي ان السموث ماسل فيلامنتس ار انكورد مربوطه ببعضها باي الفا اكتينين ريتش دينس بادز ده اللي انا بقول عليها الدينس بادز الديسموزومز فاوند سكاترد ثرو اوت ذا ساركوبلازم اند بيليفد تو بي ايه ذا فانكشنال ايكويفالنت اوف ذا ديسك او ذا لاينز ان ذا ايه استرايتد ماسل. يبقى بلاقي ان انا عندي دنس بادز اهي سكاترد في الساركوبلازم وده اكت از ايه انالوج فانكشنال انالوج لمين للزيت ديسكس الموجود في السكيليتال ماسل. كلام جميل. النقطه اللي بعد كده بلاقي ان السموث ماسل دازنت كونتين تي تيوبيولز. احنا عارفين في السكيليتال ماسل التي تيوبيولز مهمه جدا to carry action potential deep into the body of smooth fiber فبتعمل propagation للاكشن بوتنشال deep في المصل علشان تعمل stimulation بعد كده للايه للساركوبلازميك ريتيكولم عشان يحصل كالسيوم ريليز وتتم عمليه الاكسيتيشن كونتراكشن ايه كابلنج. طيب امال في السموث ماسل في حاجه اسمها linear arrays of كافيولي عباره عن ريتش ال تايب كالسيوم شانل ستراكشر. لو بصيت على الصوره دي كده هلاقي ادي الكافيولا اهي الكافيولاس كافيولي مفردها كافيولاس. بلاقي الكافيولا دي عباره عن ايه من 50 ل 100 نانومتر فلاسك شيب ساركوليمال بوكيتس فلاسك شيب ساركوليمال بوكيت ريتش ان ال اي ان ايه ان ال تايب كالسيوم اتشانل. وبلاقيها ايه هاز نارو جانكشن قريبه قوي تقريبا 15 ل 30 نانومتر من الساركوبلازميك ريتيكولم. وبلاقيها ريتش ان ال تايب كالسيوم اتشانل ومهمه جدا علشان تو ستيموليت مين الساركوبلازميك ريتيكولم عشان يطلع لي ايه كالسيوم. يبقى بلاقي الكافيولاس او الكافيولي عباره عن فانكشنال انالوج لمين للتي تيوبيولز اللي مش موجوده فين في السموث ماسل. يبقى اما اجي اعمل سمري للفانكشنال ستراكشر اوف سموث ماسل ايه هي اليونيك فيتشرز او الكاركترستيك فيتشرز للفانكشنال ستراكشر اوف سموث ماسل احط في دماغي هذه الفيتشر ان كومباريزون للسكيليتال ماسل بلاقي الفايبرز بندل شيبد نون استرايتد والسنترال لونج نيوكلياي كونتينز كالموديولين مور اكتين فيلامنتس ليس ميتوكوندريا اند اندوبلازم كريتيكولم والانرفيشن بلاقي اوتونوميك نيرفس سيستم اند هاز سبيشال نودز اللي هي الفاريكوستس اند نيرف اندنجز. ليه؟ لان ات هاز نو موتور اند بليد. بلاقي في سايد بولر ارينجمنت اوف مايوسين هيدز ودي الاوز تو اكتين فيلامنتس تو بي بولد سيمالتينيسلي in different directions وده السبب ان السموث ماسل بتبقى markedly shortened in comparison to skeletal muscle during contraction. وبلاقي السموث ماسل هي thick and thin filaments with variable lengths and scattered not regularly arranged in the smooth muscle وده سبب انها non-striated.
بلاقي السموث ماسل فيلمنتس ار انكورد باي دنس بادز اللي هم النيتشر بتاعهم دي سموث هولز ودي فانكشنال ايكويفالنت اوف زد ديسكس ان استرييتد ماسل. واخيرا بلاقي ان السموث ماسل هاز لينير اريز اوف كافيولي اللي هي ريتش ان ال تايب كالسيوم شانل as it doesn't contain the tubules. أرجو أن الأمور تكون واضحة. بالتوفيق إن شاء الله.